على مر العصور والأزمنة مثلت الرحلة من أمدرمان إلى دارفور شريانا للحياة، فالقادمون من البقعة لطالما أتوا أهاليهم محملين بطيبات البندر ومكتنزاته، بينما يحمل المقبلين إلى أمدرمان كل خيرات دارفور النباتية والحيوانية. لكن وبرغم أهمية الترحال والتسفار، إلا أن الرحلة بين دارفور وأمدرمان يعترضها التوقف القسري للشاحنات والعربات عند منطقة أبو زعيمة، لا لشيء سوى لغياب الجسر. هكذا هي صورة في التاريخ وفي أذهان من عايشوه. كان بيسبب هذا الوادي في أنه بتتوقف الحركة بتاعت العربات دي لأسابيع وربما لشهور، والناس بيعانوا معاناة شديدة جدا، العربات بتتقلب جوا الوادي ده، بتغرق، الناس بيدفعوا قروش عشان عربية لما العتالة ويجوا ينزلوا العربية، العربية تنزلها بخمسة مليون بستة مليون بسبعة مليون وبرفعها بنفس المبلغ، فكانت في معاناة شديدة جدا بالنسبة للناس اللي بيعانوا هنا. الشيء الثاني كان يعني العربات بتتمركز الجاي من الشرق والجاي من الغرب، يعني مئات العربات أكثر من تحصل 200-300 عربية بالشرق بيعملوا أزمة في ذاته في المواد الغذائية الموجودة في الحتة. الآن تبدو صورة مغايرة تماما واللوحة مختلفة جدا، فالشاحنات التي توقفت لغير مرة في أزمنة مضت لن تتوقف وستعبر النهر، ليس على ظهر ناقل مائي أو معدية، وإنما على ظهر جسر أبو زعيمة، لتنتهي بذلك رحلة مضنية من التوقف والانتظار لأصحاب الدواب حديثها وقديمها. 15 يوم أنا قاعد بيجاي وأولادي بيجمع في طريقة إلا كان نسمع بالتليفون، لكن ما في طريقة نمشي له. الليلة بقيت نشتغل والعشية نتراوح. نحن زمان قبل الكوبري ده كنا بنقطع بالبياردي بجاي ومرة بالبغادي بجاي 10 يوم 5 يوم 9 يوم، في ناس بعده 15 يوم. لكن المعاناة هنا ليست حصريا على أهل السيارات الثقيلة والخفيفة، فللمواطن نصيبه الأكبر من الرهق والتعب، لجهة أن عبور النهر إلى الضفة الأخرى يمثل خطرا حقيقيا، خطر مفاده أن الناقلات المائية ليست على درجة عالية من الجاهزية والأمان، ما قاد إلى غرق الكثيرين أثناء رحلة عبورهم النهر. جسر أبو زعيمة الذي يربط كردفان بدارفور يمثل واحدة من أكبر المنجزات التنموية في المنطقة. كوبري يقع على وادي الملك عند غرية أبو زعيمة على درب الأربعين المعروف، والكوبري ده بيتيح الربط بين ولاية كردفان وولايات دارفور، وكانت المنطقة بتنقطع يمكن لأسبوع أو أسبوعين أو 3 أسابيع حسب الفيضان بتاع وادي الملك. الآن الجسر اكتمل تماما بطول 121 متر وبعرض حوالي 10 أمتار. شمال دارفور تحديدا وجنوب دارفور أو ولايات دارفور تحديدا المحرك الأساسي لهم من وقود لماكينات الكهرباء لكل المحركات حقتهم بيجي عبر طريق الأربعين. طريق الأربعين طريق قديم وطريق مؤثر في اقتصاد كردفان ودارفور، الآن أصبحت معاناتهم وأنهم يخزنوا لهم الآخرين أصبحت الآن محلولة بحركة التناكر وحركة العربات التجارية تجاه ولايات دارفور. نحن نعتقد أنه مشروعات حصاد المياه بالإضافة لجسر أبو زعيمة مشروعات ذات بعد اقتصادي أولا، ذات بعد اجتماعي وذات بعد أمني. وفوق ذلك يبقى بمثابة حلقة الوصل الضامنة لبلوغ الرحلة بين أمدرمان ودارفور إلى خواتيمها دون الحاجة إلى خدمات ناقل مائي، وأهم من ذلك أسهم الجسر في تقليل فاتورة الحياة بالمنطقة.